متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية أسعد الله أوقاتكم بكل خير نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة يوما بيوم, بيوم عفوا طيلة الأسبوع الحالي ما سيميز الأسبوع الحالي هو الإستقرار في عموم مناطق المملكة واستمرار درجة الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام وأيضا درجة الحرارة منخفضة خلال ساعات الليل تفاصيل اكثر نبداها بتوقعات الطقس ليوم الاحد باذن الله تبقى المملكه تحت تاثير كتله هوائيه ذات درجه حراره اقل من المعتاد درجه الحراره اقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في المنطقه الشماليه الشرقيه والوسطى واجزاء المنطقه من الجنوبيه والجنوبيه الغربيه حيث تكون درجات الحركه ذكرنا اقل من المعتاد واقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام وطقس مستقر في عموم المناطق ليلا تنخفض ليصبح الطقس بارد نسبيا خاصه في المناطق الداخليه يوم الاثنين بإذن الله لا تغيير على الحالة الجوية طقس مستقر في عموم المناطق درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام الطقس بارد نسبيا في ليلا في المناطق الداخلية يوم الثلاثاء أيضا لا تغيير على الحالة الجوية طقس صافي مستقر في عموم المناطق بعض التشكلات الرعدية متوقعة في المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية تكون متفرقة وعشوائية وخفيفة الشدة بالمجمل يوم الاربعاء ايضا تستمر درجات الحراره اقل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في المنطقه الشرقيه والوسطى والجنوبيه والشماليه طقس مستقر في عموم المناطق باستثناء بعض التشكلات الركاميه اليوميه فوق المرتفعات الجنوبيه الغربيه اما ليلا يصبح الطقس بارد نسبيا في اغلب المناطق يوم الخميس ايضا تستمر المملكه تحت تاثير هذه الكتله الهوائيه ذات درجات الحراره اقل من المعتاد درجه الحراره تستمر اقل من معدلاتها لمثل يعني هذا الوقت من العام طقس مستقر في عموم المناطق باستثناء بعض التشكلات الرعديه اليوميه في المنطقه الجنوبيه الغربيه يوم الجمعة باذن الله ايضا طقس مستقر في عموم المناطق ترتفع قليلا درجات الحراره في المنطقه الشماليه الغربيه مع نشاط في سرعه الرياح الجنوبيه الشرقيه التي قد تثير الاتربه والغبار في اجزاء محدوده من منطقه تبوك ومنطقه الجوف باقي المناطق كما ذكرنا طقس مستقر درجات الحراره اقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام وبعض التشكلات الرعديه المتفرقه والعشوائيه فوق المرتفعات الجنوبيه الغربيه بهذا ننهي نشرتنا للقاء